فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. هذه الوصية العظيمة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بهذه الوصايا وهذه النصائح العظيمة أخبرهم بالمرجع الذي يرجعون إليه في هذه الوصايا وغيرها، وهو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك السنة. يدخل في ذلك السنة النبوية، فإنها من كتاب الله عز وجل ومن وحي الله. فالمرجع في ما أشكل علينا من أمور ديننا ودنيانا هو إلى كتاب الله عز وجل. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا نستقدم الأنظمة والقوانين من الدول الكافرة ونترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،